النهارده هنتكلم على الفرق ما بين الماركتنج وما بين السيلز. الماركتنج ايه هو الماركتنج؟ الماركتنج ده انا بقدر اسوق لك المنتج بتاعك او السلعه بتاعتك، يعني هتوصل لاكبر قاعده عملاء، لكن ما اقدرش اضمن لك كام واحد هيشتري منها. بس كل اللي اقدر اقوله لك ان انت كل ما هتصرف اكتر في الماركتنج كل ما هتوصل لاكبر قاعده عملاء. لكن هنيجي للسيلز. السيلز هو بيعه مباشره او دايركت سيلز زي ما بنقول، ده اللي هو انت بتنزل تبيع منتج على ارض الواقع، او ان انت بتمضي كونتراكت مع كلاينت جديد، وده بتبقى نسبه استحقاقه 100%. وده هو الفرق ما بين الماركتنج وما بين السيلز.